بسم الله. هذه من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامه. أبطالي يا أهلا. بالرغم من أن الجن مذكور في القرآن في أكتر من آية وأكتر من صورة، وفي صورة في القرآن مخصوص اسمها صورة الجن، إلا أن في عدد كبير جدا من الناس ما بيؤمنش بوجودهم وبينكر أنهم حوالينا في كل مكان. ولكن في حلقة النهاردة هنتأكد من كل حاجة. بيوت الصحراء والأماكن المسحورة هي أكتر أماكن بيكون فيها عدد ضخم جدا من عشائر الجن، وده لأن الصحراء بعد ما بيشركوا بالله طبعا ويعملوا أبشع الأفعال بيقدروا إن هم يتحكموا في الجن بشكل كبير جدا، وده اللي هنشوفه في حلقة النهاردة. أحد المغامرين دخلوا لبيت موجود فيه ساحرة شريرة. الساحرة دي كانت معروفة في المكان اللي هي فيه إنها بتعمل أعمال في غاية البشاعة، ولما هيدخل الساحر هتبدأ الساحرة دي تهاجمه بعدد ضخم من الجن، والموضوع مرعب جدا. حبست الساحرة دي المغامر في قلب بيتها وخلت الجن يهاجمه بشكل غريب. فتعالوا نشوف ايه اللي حصل. ما عندي من شر ما خلق. رح نرجع لهذا البيت يا اخوان، عليه قصص وخرافات كثير كثيرة، يعني سحرة مشعوذين دخلوا له كثير ناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل المغامر للبيت اللي كان موجود فيه الساحرة اللي معروف عنها ان هي خطيرة جدا، وهنا قررت الساحرة ان هي تنتقم منه اشد انتقام. شو هذا يا اخوان؟ بسم الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يا ابطال هي مش نار عادية، هي عبارة عن جن بيحاول ان هو يهدد المغامر ويخوفه على قد ما يقدر. وعايز افهمكم ان في الاوقات دي كل ما الخوف بيزيد كل ما الخطر بيكون اكتر، لان الجن لما بيعرف ان انت خايف منه بيبدأ يهاجم هجوم عنيف جدا. بسم الله. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سكر. لو ملاحظين ان مفيش جن واحد في البيت ده، لا ده في عدد ضخم جدا من الجن، اللي قاعد يولع في الباب واللي قاعد يفتح في الابواب ويقفلها، واللي قاعد يصدر اصوات غريبه، واللي قاعد يحرك حاجات من مكانها. فالموضوع فعلا مرعب، وكل ما خوف المغامر بيزيد كل ما الهجوم بيكون اعنف. ايه ايه ايه؟ حاجة عمالة بتشدني من ورا وانا بصور. للعلم البيت كله فاضي. حد هنا؟ هاي يعني لو حد هنا ممكن يروح يصورني بدل ما انا بقوم اصور نفسي. لا اله الا الله.
بجد كل ما باجي اتكلم في حاجه بتشدني من ظهري. ربنا يستر. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الباب اللي وراه اتقفل لوحده وفي حاجات عماله بتتحرك في كل مكان في البيت، وده بيأكد كلامي فعلا في عدد ضخم من الجن موجود في المكان ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، 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 بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شو صوت؟ بسم الله. وفي المشهد اللي جاي ده في عين غريبة ظهرت جنب الباب، كمان جنب الحوض كان في خيال أو ظل اختفى فجأة. تعالوا نشوف المشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا نهدى بقى، نهدى يعني نهدى، هخلص تصوير واخرج، ما تقرفونيش. الأمور هديت شوية وممكن تحس إن كل حاجة خلاص انتهت على كده، ولكن حابب أقولك إن الهدوء ده هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله شفت هون شيء.
الله الرحمن الرحيم. في أعين غريبة عمالة بتظهر وتختفي، ده غير عدد الأجسام الغريبة اللي ظهرت في الفيديو قدام الكاميرا، ده غير النيران اللي عمالة بتشتعل في كل مكان في البيت. أعتقد ما شفتش في حياتي هجوم من الجن بالبشاعة والقوة دي، فمن الواضح كده إن احنا قدام ساحرة فعلا شريرة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله القوي وأنتم الضعفاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يسمع عند إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. في هنا جسم غريب بدأ يظهر ويبص من جنب الباب. أعتقد إن الجسم ده بنسبة كبيرة ممكن تكون الساحرة، ولكن هل هيتقابل المغامر ده مع الساحرة في النهاية؟ تعالوا نشوف اللي هيحصل. الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. المغامرة كانت فعلا مرعبة، وكان واضح جدا على الجن اللي هو بيهاجم بقوة، وان الساحرة دي فعلا ساحرة قوية جدا وعندها سلطة وقوة على الجن، ولكن ده يعتبر شرك بالله وحاجة في غاية البشاعة. ونحمد الله ان المغامر ده قدر ان هو يخرج من البيت ده بأمان وعاش حياته بشكل طبيعي، فالموضوع كان فعلا مرعب. اتمنى يا رب ابطال ان المقطع ده يكون عجبكم. لو عجبكم المقطع ما تنسوش توصلوه ل10,000 لايك وتنشروه في كل مكان عشان جيش الابطال يكبر اكتر واكتر ونبقى اقوى جيش في اليوتيوب. وانا بقى هشوف موضوع الجن اللي عمال يلعبني في الاوضه. استودعكم الله، كان معكم اخوكم عمار محمد اللي دايما بيحبكم، واشوفكم على خير في مقطع جديد. سلام يا ابطال. هاي جنو، ما خلصت تصوير حبيبي؟ انت هنا؟ طب لو في جنون هنا يعرفني. باي. انت لسه بتعملوا ايه؟ باي.